اللي مؤخرا اعمالك كثير بترتكز على المراه ومشاكل المراه وقضايا المراه. أه يمكن في البعض أه يعني بيصنفك من ضمن النسويه، طبعا في في معاني كثير لكلمه نسويه يعني فيها جانب يمكن يكون متطرف وفيها جانب يعني معقول. انت ايش تقولي عن نفسك؟ انا <applause> ايوه <applause> 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 لا يعني أنا دايما مع القصة الحلوة القصة اللي العميقة مم. يعني واعتقد كل السبجكتس اللي عملنا فيها المسلسلات مم. طبعا اكيد مش بيبقى النجاح مش ليا لوحدي بيبقى في ورا النجاحات دي منتج عظيم زي الاستاذ جمال العدل آآ مخرجة عظيمة زي كاملة ابو ذكري مريم نعوم الكاتبة يمكن البداية جت من أول حاجة مسلسل ذات. آه يعني أقدر أقول إن دي كانت الانطلاقة الحقيقية يمكن وأنا بشتغل مش مدركة قوي عمق الموضوع ونجاح المسلسل. آه إحنا كنا بنحكي قصة ذات. ذات دي شاملة بقى العيلة كلها بعبد المجيد بالأم بالأب, بالأب بالأخ م. بكل الناس دي. وبعد كده عملت سجن النسا، سجن النسا برضو بيتكلم على عالم نسائي أه وبرضه هو في رجاله بس طبعا بلا شك اكيد غاليه هي كانت الاساسيه او إيه. مش غاليه بس الشخصيات كتير كانت روبي وكانت دره أه كل شخصيه يعني أنا هذا المسلسل تابعته بحذافيره رائع كان كل شخصيه من الشخصيات ريهام حجاج كانت مهمه في المسلسل ده وبرضه كانت للعظيمه كامله ابو ذكري أه بعد كده عملت تحت السيطره تحت السيطره آآ برضو كان سبج جديد خالص عمرنا ما تناقشنا عن المخدرات بالشكل ده دايما ان الناس اللي بتتعاطى المخدرات كنا يعني يبقوا منبوذين في المجتمع يمكن يعني اول مره كان المسلسل بيوري قد ايه الناس دي بتعاني ومحتاجين مساعده و... ولازم نقف جنبهم المسلسل ورى القصه بشكل جديد خالص والحقيقه كان من المسلسلات المهمه يعني, يعني امراه اللي مدمنه مش بس رجل يعني كان كان موضوع يمكن هذا شيء جديد بالنسبه للمجتمع المجتمع صح آه فبرضه سبجيكت زي ده آه ما كانش يتعمل الا لو معاكي منتج قوي عارف هو صح. عايز يعمل ايه آه ومخرج برضه عظيم استاذ تامر آه محسن ومريم نعوم ف يعني انا بعتبر نفسي محظوظه ان انا اشتغلت مع مخرجين تقال قوي و ف, ف... إيه دايما عارفه النجاح ما بحبش يمكن اخده لوحدي بحب دايما التوليفه بتبقى ناجحه عشان بنبقى حابين بعض وعايزين نعمل حاجه كويسه التوليفه هذه صارت خلاص جروب دائم يعني صرتوا مثل ما بنقول شله واحده خلاص دائما بتشتغلوا مع بعض ولا ممكن تعملي نفس المواضيع مع لا يعني كم اشتغلت عملت وحده الغروب انا ما كنتش فيها كنت إيه بس انتوا انتوا عملتوا اكثر من عمل بس عملتوا عملتوا عملنا واحد صفر سجن النساء و أيوه. ب وش اكثر من عمل. آه يعني يوم للستات آه عملنا يعني حاجات كتير مع بعض حسيت انه التوليفه هذه ناجحه في آه هي فيه. هي طبعا في كيمياء بينكم طبعا بلا شك فيها نجاح ساحر كده يعني انا مع كامله بطلع مختلفه ما برضو الستات ليهم بصمه اكيد اكيد ولما يجتمعوا كده بيعملوا بصمات بيعملوا بلاوي حلو